سيادة العميد أسعد الله مساءك، ومباشرة حول الأعداد التي يتم تداولها حاليا والإعلان عنها من قتلى الجيش السعودي الإماراتي والجيش البحريني أيضا في اليمن. رأيك بالأرقام بداية سيادة العميد؟ حياك الله، مساكم الله بالخير، مرحبا بك وبمشاهديك الكرام. حياك أهلا وسهلا بكم. في الحقيقة احنا يعني قد وجهنا عدة تحذيرات إلى العدوان السعودي ألا يستمر في عدوانه ويتمادى لدرجة أن يجعل له معسكرات داخل اليمن ويجمع لدينا المرتزقة وكمية هائلة من السلاح والمعدات ما فيها طائرات الأباتشي. عموما نحن استهدفناه أمس بضربة بصاروخ التوتشكا اللي كانت ضربة موفقة جدا، ويعني أنتم أعلنتم عنها ويعني سببت خسائر كبيرة. في البداية الإمارات هي الدولة الوحيدة اللي اعترفت بالضحايا أمس، يعني من 22 إلى 45، وهي أكثر من هذا لأن الناس في الحكم تكلموا أنها أكثر من 75. 75 فقط سيادة العميد، الإمارات فقط في الإمارات. البحرين اعترفوا أيضا بمجموعة، اليوم أمس قالوا 5 واليوم قالوا أنه وصلوا إلى 8. السعودية لأول مرة تعترف بأن لديها ضحايا، لأنه في كل مرة يتم استهداف مجموعة من السعوديين وهي تحاول أن تبرر تلك. وعلى العموم الآن قالوا 10، لكن أنا أؤكد لك من خلال ما رأينا أمامنا أن العدد كبير، أكثر من هذا الرقم بكثير. أنا أقول إنه العشرة هذه أطرحك قدامهم صفر، يعني بس ما لك متأكد، يعني مش تشكل رقم، وهي العشرة يعني العشرة أمامها صفر. يعني تقديراتك سيادة العميد أن 100 جندي سعودي قد قتلوا في هذه العملية؟ أيوة، تقديرات هكذا وليس خبر رقم مؤكد يعني. طيب سيادة العميد، اليوم نقل عنك بأنك هددت في حال عدم وقف العدوان على اليمن فإنكم الجيش اليمني سوف تقصفون العمق السعودي، هذا صحيح؟ هذا صحيح، نحن نقول هذا، ونحن دائما عندما نستهدف السعودية ونوجه ضربة نحن نقول لهم أن هذه رسالة. نحن لا نريد أن يسقط مدنيون من أراضي السعودية من مدنها، لأنه يصعب علينا ويحز في نفوسنا أن يسقط مدنيون ونكون نحن السبب، بينما هم يتعاملون معنا بكسر المدنيين، بدليل أنهم الآن ردوا على ضربة التوتشكا أمس، ردوا بأن استهدفوا مناطق سكنية البارحة وحتى اليوم، وكميات كبيرة من القتلى والضحايا فيها. نحن لا نريد هذا، نحن نقول لهم يتوقفوا عن عدوانهم، تعالوا نحل مشاكلنا، أي خلافات ممكن نحلها عن طريق التفاوض والسلمي، نحن جيران وإقوى في الدين وقرابة وفي كل، يعني لدينا قضايا مشتركة كثير، لكن إذا استمرتم في عدوانكم وفي طغيانكم فجميع أهداف فجميع المنشآت الاستراتيجية الحيوية داخل السعودية أهداف مشروعة لنا، سواء كانت في أبها أو في جدة أو في الرياض أو في أي مكان، نحن نعتبرها أهداف مشروعة لنا وسوف نستهدفها. والجيش اليمني والجانب الشعبية قادر على الوصول إلى أي مكان. لديكم إمكانيات سيادة العميد؟ لديكم إمكانيات وصواريخ تصل إلى هذه المدن التي سميتها أبها، جدة والرياض؟ لدينا إمكانيات لا يعرفها أحد ومفاجآت لا يعرفها أحد. هم كانوا يظنون أنهم تمكنوا من تدمير قدرتنا الصاروخية والدفاعية، ولكن لا، هم دمروا المعسكرات الهياكل، لأنه من أول ضربة على أول معسكر على المطار جميع وحدات القوات المسلحة انتشرت وعادت تموضعها وخرجت من مراكز تموضعها الدائم. فبالتالي الجيش بكامل الصحة والعافية، وأقصد بالجيش الحرس الجمهوري الذي يضم مجموعة من الوحدات إضافة إلى وحدات مستقلة لم تكن، يعني كانت في السابق لا تتبع الحرس ولا الفرقة، بينما الفرقة ذهبت، مع أنه أبناء الفرقة وحدات الفرقة يتبع الجيش اليمني، ونحن لا نقصيهم ولا نقول لهم أن يذهبوا، فمن أراد منهم أن يقف معنا ضد العدوان، الآن هناك عدوان خارجي يستهدف بلادنا، واجب هناك الجيش، واجب القوات المسلحة، ما هو إن لم يكن الدفاع ورد المعتدي، هذا هو واجبنا الأساسي.
أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد الركن شرف غالب لقمان المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، كنت معنا مباشرة من صنعاء.